تنظم كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة جائزة الحسن الثاني للبيئة برسم سنة 2017، جائزة البحث العلمي والتقني، جائزة مبادرات المقاولات، جائزة مبادرات الجماعات الترابية، جائزة العمل الجمعوي، جائزة الإعلام. آخر أجل لإيداع الترشيحات هو 31 أكتوبر 2017. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع البوابة الإلكترونية www.environnement.gov.ma.